النسخة السابعة لملتقى الماس للتنمية المحلية. طبيعة الحال هذا تقليد سنوي اللي كانت اللي تشتغل الجامعة ديال الماس بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد الحيوي والتنمية القروية والمياه والغابات باش من جهة إبراز الدور ديال هاد المناطق هادو المناطق الجبلية فيما وصلت إليه من تنمية وما ينتظرنا في المستقبل كمسيرين محليين. يعني اليوم أصبحنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى أن نهتم من العالم القروي والعالم الجبلي. طبعا إحنا تنقوم بهذا الشيء منذ مدة ولكن اليوم نشتغل على تجويد العمل ديالنا. إذا هذه التظاهرة السنوية كانت مبرمجة في شهر شتنبر الماضي، لكن كما تعلمون الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم في المغرب في المملكة المغربية زلزال الحوز اللي بالمناسبة كنترحموا على الناس اللي توفوا ونتمناو الشفاء العاجل للمصابين. هذا الشيء اللي خلانا اننا نأجلوا لهاد القتالة، ولكن اليوم حاولنا باش يتزامن هاد النشاط هذا مع ذكرى عالية غالية المغاربة كاملين وهي ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة. كنأكدوا أيضا بأنه هناك إجماع وطني، كنأكدوا تلاحم المغاربة مع العرش العلوي المجيد، كنأكدوا أيضا من خلال مشاركة واحد العدد ديال النساء والرجال من هذه المناطق في المسيرة الخضراء المظفرة اللي البعض منهم توفى الله يرحمه واللي بقى الله يطول له العمر. إذن هادشي كله تيخلينا أنه نشتغلوا باش نبحثوا على مجموعة من الآليات ومن الأدوات لدعم الفلاح والكسار والمواطن والمواطنة اللي كتعيش في العالم القروي من خلال، لأن اليوم كما قلت هذا الملتقى كيجي في واحد ظرفية استثنائية. ظرفية استثنائية لحقاش عرفنا بأن المغرب السنوات الأخيرة كانت أمطار قليلة وهذا الشيء أثر كثيرا على الكسر. ومنطقة ديال الماس معروفة بتربية المواشي، معروفة بواحد السلالة وطنية اسمها سلالة الماس الزهير ديال الأبقار اللي هي دي السلالة الأصلية للمغرب، واللي في نظرنا كمنتخبين كفاعلين خصنا نرجعوا لها الاعتبار، خصنا نخليو الكساب يكون عنده دخل قار باش يبقى مستقر في المناطق ديالو. داكشي علاش غادي نديرو واحد النشاط ولا واحد الملتقى اللي متنوع واللي غادي يخليه عنده داك الغنى والتمييز، هو انه غادي يكون مباراة لانتقاء اجود الابقار من سلالة ام الماس الزهير. وخبركم بانه غادي يكون ما يناهز 500 راس ديال الابقار اللي غادي يجيبوهم الكسابة من المناطق المجاورة لمركز والماس، واللي غادي يكون واحد اللجنة اللي غادي تحقق احسن اجود الابقار اللي غادي ياخذوا جوائز انطلاقا بانه هذا هو اللي غادي يخدمني انه الكساب يبقى محافظ على هذه السلالة. ولكن كاين ايضا حاجة مهمة هو غادي توقع واحد الاتفاقية ما بين وزارة الفلاحة والصيد الحيوي والتنمية القروية والمياه والغابات والفيدرالية المغربية لمربي أبقار ولا سلالة الأبقار والماس الزهير. هذا برنامج على 7 سنوات اللي غادي يكون موجه للدرجة الأولى كما قلت للسلالة من خلال التثمين، من خلال يعني
العمل على أن هذه السلالة سواء فيما يخص اللحوم أو الأجبان أو الحليب أو الزبدة، هذا كلهم القيمة الغذائية لهم تختلف تماما على المألوف، وبالتالي نحن نقول بأنه هذه السلالة خص يكون عندها واحد اللابيل، هذاك اللابيل هو اللي يضيف لي أن يعني القيمة ديالو تكون مرتفعة. إلى شفنا مثلا اللحوم، ما غاديش نقارن اللحوم ديال السلالة مع اللحوم العادية، إذن خص يكون يعني هادشي اللي غادي يخلي أنا الكسر. غنشتغلوا أيضا على العمل على توسيع المجال ديال الامتهان ديال هاد تربية المواشي اللي هو منحصر في ثلاثة الجماعات، باش يمشي للمناطق الجبلية، لأن هاد السلالة كتمتاز بالتأقلم مع المناخ، التأقلم مع الحرارة، مع البرودة. ويعني ربما لما تطلعون على ربما كتشوفوا بعض الصور تبينكم بأنه هاد السلالة عندها مجموعة من الخصوصيات اللي تتخلي بأنه هذاك هو كتيقول التراث اللامادي ديال المغرب في مجال تربية المواشي. إذا هذا جانب. الجانب الثاني هو غادي يكون عندنا ما هو معتاد، هو هادشي ديال التمردة من خلال تشجيع الفرس، تشجيع السربات، تشجيع أيضا الخيمة الأمازيغية اللي عادة كنفوتو 100 خيمة اللي كتجي، هادو كلهم غيتلقاو دعم، لا الخيل ولا الخيام، وأيضا معارض ديال المنتوجات المحلية سواء كانت فلاحة أو صناعة تقليدية. إذا تعرفوا بأن المنطقة تمتاز فيما يخص الفلاحة مثلا النباتات الطبية والعطرية كالخزامة، تمتاز أيضا بالفواكه، تمتاز بالمياه المدينية، وأيضا في الصناعة التقليدية هناك الحنجل وهناك الزهرية. إذا غادي نخلي واحد العدد ديال الناس اللي كيديروا هاد الحفلة هادي يمكن يسوقوا كل المنتوجات ديالهم في ظروف أحسن. هادشي كله كما قلت الغرض منه هو يعني إعطاء مكانة خاصة لهاد الناس هادو اللي كيعيشوا في المناطق يعني الجبلية، المناطق اللي صعيبة مع المناخ، غادي نعاونوهم باش نكونوا صرحاء. وهاد المرة هادي عيدنا كل ما هو بهرجة وهدا، علاش؟ ظروف غير مناسبة، ما كاين لا صلاة لا فولكلور لا والو. علاش؟ أولا لأن بلادنا عاشت واحد الفترة حزينة، وتنظن بأنه أقل ما يمكن فعله هو يعني نمشيو في اتجاه أنه نردو الاعتبار للسفينة العالم القروي تكريما لهذوك الناس اللي توفوا. هادشي اللي غادي يكون زيارة ديال السيد وزير الفلاحة اللي غادي يوقع مع الفيدرالية اتفاقية شراكة، اللي غادي يكون رئيس مجلس جهات الراتسلان قنيطرة، وغادي يكونوا غادي يكون رئيس الغرفة الفلاحية، غادي يكون المجلس الإقليمي، غادي يكونوا سلطات إقليمية ومحلية. تنظن بأنه غادي تكون مناسبة خاصة في هاد الوقيتة اللي تيكونوا قلال فيها المواسم وقلال فيها الملتقيات، مناسبة لتجميع يعني العدد ديال الممارسين ديال هادشي اللي تكلمنا عليه من جميع أنحاء المغرب، خاصة في المجال ديال التوريدة اللي عندنا طلبات من جميع أنحاء المغرب، وهذا يشرف المنطقة ديال والماس، يشرف جماعات والماس والجماعات المجاورة اللي كتشتغل معنا يد في الجميع، باش يمكننا إن شاء الله نعطيو لهاد الملتقى ملتقى ماشي من أجل كما قلت نديروا الفولكلور ونديروا هذا، ولكن يكون عنده هدف ديال رد الاعتبار والدعم ديال الفلاح والكساب والمرأة القروية اللي تشتغل في الصناعة التقليدية وفي المنتوجات المحلية، وعندنا أيضا نساء اللي هما فلاحات وكسابات إلى آخره. هذا بصفة عامة هذا يعني المحتوى ديال هذا البرنامج ديال الملتقى. أنا الإشارة ديالكم إلى كاين شي حد يعني واش سؤال ولا شي استفسار.